طيب السمنة هي حقائق وأرقام دكتور عوض، ممكن تخبرنا عنها بالتفصيل لو تكرمت؟ والله شوفي، يعني للأسف الشديد في حقائق أرقام واقعية في مجتمعنا. السمنة 70% في المجتمع السعودي. نتكلم عن السمنة، طبعا درجات السمنة، في زيادة وزن، في سمنة درجة أولى، سمنة درجة ثانية ثالثة، وفي سمنة مفرطة مميتة. هذه تعتمد على مؤشر كتلة الجسم، حساب المؤشر يعتمد على اللي هو الوزن تقسيم مربع الطول، فينتج عندك رقم 18-25، هذا طبيعي، كتلة جسم طبيعية، وال 25-30 هذه زيادة وزن، وال 30-35 سمنة أولى، و 35-40 سمنة ثانية، وفوق ال 40-50 سمنة ثالثة، ما فوق ال 50 مميتة وهي من أعلى درجات السمنة. فهذه درجة المؤشر، درجات الكتلة الجسم. لما تجين المجتمع السعودي نجد أن عندنا فوق 70% من المجتمع السعودي نسبة السمنة عندهم اللي هي مع زيادة الوزن 70%. اثنين، سمنة لدى الأطفال 35-40%، الأطفال يعني العمر تحت ال 12 سنة، فهذه مصيبة. صح. ليش؟ لأن هذا حيكبر وحيكون سمين، حيكون السكري موجود، الضغط موجود، كوليسترول موجود، فبالتالي لا سمح الله هذا عبء على المجتمع. صح. والدولة بتتكلف علاج السكري، الضغط، الكوليسترول، أمراض القلب لا سمح الله. لا قدر الله. إحصاءات سووها، دراسات، وجدوا مريض السمنة يكلف الدولة ما يقارب 19 بليون. 19 بليون مبلغ هائل في السنة. نعم.